كادر يعني. الله يكرمك ويبارك عمرك. حضرت مقبرة الشيخ غسان جبار استشهد فيها في درس من دروسك. لا اله الا الله، انا هذا والله ما اعرف ما شاء الله. لا انا على اليوتيوب كثير بتابع. الحمد لله. احنا هجرتنا لله. ان شاء الله، الله يتقبل منك. يا الله، بسم الله. يا رب. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا، بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني الحمد لله بعد غياب ليس بقليل ها نحن نجتمع بإذن الله مرة أخرى. والحمد لله، يعني أحد الإخوان سألني اليوم يعني عن الدروس، ويسأل هل توقفنا عن إعطاء الدروس. فنقول إخواني هي قاعدة، نحن قمنا ببيع أنفسنا لله عز وجل، وهدفنا الرئيسي والسامي الموجود أن نتدبر وأن ننقل ما نتدبره لإخوتنا وأحبتنا في الدنيا، ولا يحدنا إلا القدرات المادية، يعني من ناحية نفسية الحمد لله لن يرهبنا أحد، ولن يؤذينا أحد، ولن يستطيع أحد أن يثنينا عن مشوارنا بالترهيب أو بالترغيب أو بغيرها، إنما هي قدرات مادية. يعني مثلا المرض الذي فرض علينا في الفترة الماضية هذا أمر الله عز وجل، وليس لنا في طاقة ولا نستطيع معه، لا حول ولا قوة. عشان هيك إخواني يعني هذا حبسنا فيه سبحانه وتعالى، ولله سبحانه وتعالى حكمته في الأمر، ودائما نقول الحمد لله والشكر لله. فهي فقط الأمور المادية التي لا قدرة لنا ولا طاقة لنا عليها، فأعذرونا، هذا يعني شيء مش في إيدي ولا بإيدكم ولا بإيد أي واحد تاني، وكلنا معرضين مثل هذه الظروف. طيب إخواني، يعني كثير من الأسئلة موجودة، ولربما يعني لو أعطينا كل يوم درس أو حتى درسين لن نستطيع أن نجيب على هذه الأسئلة الكثيرة، ولكن قدر الإمكان نسدد ونقارب ونسأل الله سبحانه وتعالى السدد. يعني ربما من أهم المجموعات من الأسئلة التي كانت تأتيني في الفترة الأخرانية حول سورة البقرة. إحنا أخذنا في الآية رقم 2 من سورة البقرة، أعطينا 4 دروس في آية واحدة، تكلمنا في 4 دروس. فبعض الإخوان يعني يسأل ويقول طب يا شيخ أنت تركت الآية الأولى ألف لام ميم ما حدثنا عنها. وإحنا من البداية قلنا إخواني أنه ألف لام ميم يعني فيها أسرار، وتحتاج إلى جهد كبير جدا 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 حتى نحن نطلع على بعض ما فيه. ولكن إخواني يعني تلبية لرغبة الكثيرين، إن شاء الله نتكلم قليلا قليلا في هذه الحروف الثلاثة التي جاءت في آية منفصلة. قلنا إخواني إن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه الصورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو يعطيك ويخبرك دون أن يتعذر ودون أن يضع احتمال أن هناك لربما كان في خطأ
في هذا الكتاب، في هذا القرآن الكريم، كما يفعل أي إنسان يقوم بكتابة أو تأليف كتاب. في المقدمة يبدأ يتكلم، ثم في النهاية يقول: وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان. يعني يعتذر من البداية قبل أن يدخل في الموضوع، لأن القرآن الكريم مباشرة شو قال لنا؟ لا ريب في ذلك الكتاب، تأكيد لا ريب فيه، ثم تأكيد هدى للمتقين. فهذا كلام جازم من الابتداء حتى هذا المتدبر، يعني أنا وإنت وباقي المسلمين على وجه الدنيا، حتى نعرف مقدار أنفسنا ونحن نتدبر هذا القرآن الكريم. ابتدأ لنا سبحانه وتعالى كلامه بهذه الأحرف الثلاثة: ألف لام ميم. يعني مهما كانت عندك قوة وقدرة عقلية، فرجيني كم قدرتك العقلية يعني تقوم بصبر أغوار هذا القرآن الكريم. ألف لام ميم، تفكر تفكر. والله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه كلمات لا أقول إخواني أنها تحدي، حاشا أن يتحدانا الله سبحانه وتعالى. من نحن أمام الله عز وجل حتى يتحدانا؟ نحن لا شيء، والله سبحانه وتعالى هو كل شيء. ولو قلنا أننا جميعنا جمعنا بعضنا وجمعنا السماوات والأرض وقلنا عن كل هذه المخلوقات شيء، لزدنا عن ذات الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، ولا يجوز أن نزيد عن ذات الله سبحانه وتعالى شيء. فذات الله سبحانه وتعالى كاملة مكتملة، لا يحدها لا نقصان، ولا يمكن أن نزيد عليها بأي شيء. فنحن بركة من خلق الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك. نحن بركة الله عز وجل، خلق من الله سبحانه وتعالى، لا يزيد على ذات الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا كلنا صفر. حتى كلمة صفر إخواني هي كلمة لها حروف ولها دلالات ولها قيم في علم الرياضيات، يعني لها قيمة. هناك يعني مصطلح آخر في الرياضيات في اللغة الإنجليزية غير الصفر اللي هو الزيرو، بقول عنه فاي. فاي يعني حتى يقول لك إنه في فرق بين الصفر وبين شيء آخر ما فيه له قيمة، يعني الصفر فيه له قيمة. فنحن إحنا إخواني ما منوصل الصفر، إحنا فعليا لا شيء لا شيء، إحنا في بركة من خلق الله سبحانه وتعالى. عشان هيك الله سبحانه وتعالى ابتدأ بهذه الأحرف: لعلك يا إنسان إن بدأت تتفكر فيها تعلم ضآلة حجمك وتعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. فإنما هي آية كما هي كل الآيات التي تكلمنا عنها وأفردنا درس كامل عن الآيات، عن نور الهداية، عن النور الخارج من القلب والنور الداخل من الآيات. فهذه آية يعني يجب أن تدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى. فأني يعني من تكلم في الأحرف نسميها الأحرف المقطعة أو الأحرف النورانية كثيرون جدا، وكل إنسان كان يدلو بدلوه ويعطي رأيه. يعني من يبحث في الإنترنت سيجد الكثير الكثير عن هذه الأحرف. إنما يا إخواني كما قلنا تذكرة، مجرد تذكرة حتى نكمل أو نقوم بعملية مكاملة قدر الإمكان مهما كانت بسيطة في فهمنا للقرآن الكريم. فقلنا الأحرف هذه التي تبدأ ألف لام ميم تسمى الأحرف المقطعة أو الأحرف النورانية. وهناك 29 صورة من 114 صورة من القرآن الكريم ابتدأت بهذه الأحرف المقطعة. لو إحنا جينا هذه الأحرف المقطعة زي ألف لام ميم أو غيرها، ألف لام را، طه وغيرها، سين صاد كاف، كل الأحرف التي جاءت في الأحرف المقطعة، لو جينا قمنا بفصل هذه الأحرف من اللغة العربية ماذا سنجد؟ سنجد أن الأحرف التي استخدمت في المطالع المقطعة في سور القرآن الكريم هي عبارة عن 14 حرف. وهنا بنعرف اللغة العربية كلها 28 حرف، يعني نصف أحرف اللغة العربية
الله سبحانه وتعالى استخدمها في إيش؟ في هذه المطالع، وهي موجودة في 29 صورة، 29 صورة تبدأ في هذه المقاطع. هناك صورة تبدأ بمقطعين، يعني في عندنا 30 مقطع، 30 مقطع هم على الحقيقة موجودين في 29 صورة في القرآن الكريم، ويتكون الأحرف تبعونهم من 14 حرف. أول شيء إخواني، يعني اللي احنا بدنا نشير إليه إنه جميع من تكلم في الأحرف النورانية إنما بدأ يتكلم عن الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم. هلأ نقول إخواني إحنا الإعجاز في القرآن الكريم هو إعجاز بلاغي، هذا أساس الإعجاز في القرآن الكريم، الإعجاز البلاغي الذي لا يمكن أن يأتي فيه إنسان ولا بأي حال من الأحوال، مهما تبحر في علوم اللغة العربية ومهما اجتمع هؤلاء العلماء، انسى، حتى ولو جمعوا معها جنها اللي عمرهم لربما كان في آلاف السنين، منها ما كان وحضر مجالس لسيدنا موسى ومجالس لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على حد سواء، يعني نتكلم عن فترة زمنية تزيد عن 5000 عام، لو جمعناهم كلهم بعلمهم هذا الطويل حتى انهم يأتوا بصورة من صور القرآن، ما استطاعوا لبلاغته وعظمته وما فيه من نظم قرآني غريب وعجيب. عشان هيك إخواني هذا النوع الذي يعني يعتمد عليه كل العلماء. باقي المعلومات شو بتبقى؟ نسميها إشارات. شو نسميها؟ إشارات، إنما هي آيات إشارات حتى نستدل منها على عظمة الله سبحانه وتعالى، على ما أودع الله سبحانه وتعالى هذا القرآن من أصل. عشان هيك إخواني أول شيء نريد أن نتكلم فيه بالنسبة لهذه الأرقام، إنه الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا رقمين مهمين في القرآن الكريم. الرقم الأولاني اللي هو الرقم 7، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى أعطانا 7 من المثاني والقرآن العظيم. يعني الله سبحانه وتعالى وزن هذا الرقم 7 بإيش؟ بعظمة القرآن، كأنه سبحانه وتعالى بقول لك إن الرقم 7 موجود بعظمة وبقوة وحاضر فين؟ في القرآن الكريم. إذا أنت بدأت تتدبر الرقم 7 في آيات القرآن الكريم. رقم آخر إخواني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا إياه في القرآن الكريم أيضا من الأرقام المهمة، ألا هو رقم 19، عليها 19. هذول الرقمين إخواني أكثر رقمين يعني دخل العلماء في فحصها من ناحية إعجاز رقمي في القرآن الكريم. فمثلا سورة الفاتحة نعلم أنه هي 7 من المثاني، 7 آيات نسميها إحنا 7 المثاني من أسماء سورة الفاتحة. والسورة الفاتحة تتكون من 29 كلمة، يعني الرقم 7 في سورة الفاتحة سنجد فيه أمور كثيرة جدا جدا. أنا سأقوم ببعض إعطاء بعض الملاحظات جمعت لكم إياها، وأنا أتدبر هذه الأرقام لعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يدخل في قلوبنا هذا التعظيم اللائق لله سبحانه وتعالى. تكلمنا إخواني أول شيء أن هناك 29 صورة فيها هذه الفواتح، وهذه الفواتح تتكلم من 14 حرف. انتبهوا 14 هو إيش؟ 7 و7 7 2، 7 و7 يعني في له علاقة بإيش؟ بالرقم 7 الموجودة. أيضا 29 صورة التي لها فواتح بعدد قديش؟ بعدد كلمات سورة الفاتحة. كلمات سورة الفاتحة 29 كلمة، والصور اللي فيه لها فواتح شو هي؟ 29 صورة. هذه كمان حتى نحن ننتبه. هلأ 29 صورة لو احنا اخذناهم ألف لام ميم ألف لام راء حاميم وغيرها، وبدينا نصنف ماذا يأتي بعدها، على سبيل المثال في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب يتكلم عن إيش؟ عن القرآن، عن الوحي الذي نزل في القرآن الكريم، عن هذا الكتاب الكريم. في سورة مثلا في آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يتكلم عن مين؟ عن ذاته. هل إذا احنا جينا 29 صورة التي لها فواتح شفنا عن إيش المواضيع التي تأتي تباعا بعد الحروف المقطعة، راح نلاقي إنه فيه عندنا
2 4 6 7 مواضيع، 7 مواضيع. ليش رجعنا للرقم ايش؟ للرقم 7، 7 مواضيع. 9 او 23 صوره، 23 صوره من ال 29 صوره تتكلم عن ايش؟ عن القران الكريم، عن هذا الكتاب، عن الوحي، عن ايات القران الكريم. 23 صوره. انتبهوا اخوان، ننتبه لها. لو سالنا هذا القران اللي اجت فيه 23 صوره فيها فواتح تتكلم عنه، في كم سنه نزل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ شو راح نلاقي؟ راح نلاقي ان القران الكريم نزل منجم في مده مقدارها 23 سنه. كانه سبحانه وتعالى شو بقول لك؟ بقول لك انا اتكلم عن كتاب في 23 فاتحة أو ابتداء في إيش؟ في الحروف المقطعة، والوحي نزل في قد إيش؟ في 23 سنة. فكأنه في عندنا هون إشارة كمان أن الله سبحانه وتعالى من الابتداء. صورة واحدة جاءت فيها الابتداء مع مين؟ مع ذات الله سبحانه وتعالى اللي تكلمنا فيها في آل عمران. وإحنا بنعرف أنه الاسم الشامل لله سبحانه وتعالى، لأسماء الله سبحانه وتعالى، هو الله، كلمة الله. وباقي الأسماء شو بنسميها؟ أسماء حسنى. يعني 99 أسم، هاي 99 أسم ما إلى علاقة بأسم إيش؟ الله عز وجل. أسم الله شو بنسميه؟ الأسم الجامع. لا، 99 أسم اللي موجودين. و يعني هذا الأسم يتكون من ثلاث أحرف: ألف، لام، وها. يعني هدول الثلاث احرف التي يتكلم منها اللام تتكرر الف لام لام ها. ولكن يعني حصته من الاحرف النورانيه شو هي؟ ثلاث احرف: الالف واللام والها. هلا الشيء اللي بدنا نطلع عليه اخواني، الالف واللام والها، اذا احنا اطلعنا على الاحرف اللي احنا وضعناها اللي هي ال 14 حرف، الالف ياتي ترتيبه واحد. يعني احنا في البدايه الف لام ميم، ألف واحد، لام شو بيجي ترتيبه؟ اثنين. مين شو بيجي ترتيبه؟ ثلاثة. فألف ترتيبه واحد، واللام ترتيبه اثنين، الهاء قديش ترتيبه؟ سبعة. واحد اثنين سبعة، يعني في عنا 721، الرقم 721. الرقم 721 اجمع أرقامها مع بعضيها، شو بتصير في عندك؟ سبعة واثنين تسعة، وواحد قديش؟ عشر. طيب اجمع الواحد والصفر شو بتصير في عنا؟ برجع لرقم واحد. واحد مين هو؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الفرد الصمد. فرجعتنا لرقمين أساسيين شو هم؟ واحد وصفر. واحد اللي هو ذات الله سبحانه وتعالى اللي هي كل شيء، وصفر اللي هي إيش؟ كل زيادة عن ذات الله. شو قلنا عنها؟ لا شيء، لا شيء. ففي عنا ذات الله، وفي عنا إيش؟ الله أو غير ذات الله سبحانه وتعالى اللي هي لا شيء. فهذه إخواني كمان تذكرة أنه ذات الله سبحانه وتعالى في لها دلالة في الحروف النورانية أو المقطعة. هلأ باقي الأمور، يعني في صورة جاءت مع زكريا، في صورة جاءت مع فتنة الإسلام، في صورة جاءت أو افتتاحيات، نتكلم عن افتتاحيات، افتتاحية جاءت مع نصر الروم بعد أن هزمت، في افتتاحية جاءت مع الوحي، وفي افتتاحية جاءت مع القلم. فإحنا شايفين إنه التركيز أكثر شيء على إيش؟ على الكتاب. أكثر الآيات أو الصور التي جاء فيها فواتح نورانية واللي هي 23 فاتحة تتكلم عن القرآن. طيب خلينا ناخذ إخواني ألف لام ميم اللي جاءت مع سورة البقرة. ألف لام ميم كما قلنا إخواني تكررت في أكثر من صورة. للي بيرجع راح يلاقي انه الف لام جيم ميم تكررت في ستة صور، اللي هي البقرة، آل عمران، وفي عنا الف لام ميم سورة العنكبوت، سورة الروم، ولقمان، والسجدة. هدول الست صور بايش ابتدأوا؟ بألف لام ميم. احنا اذا اخذنا 29 صورة، 29 صورة، احنا بنعرف في القرآن كم من صورة؟ 114. ولكن لو أخذنا هدول 29 صورة اللي فيها فواتح نورانية ورقمناهم من واحد لقديش؟ ل 29.
بتصير صورة البقرة قديش رقمها؟ واحد مش اثنين. احنا نعرف ترتيب القرآن اثنين، ولكن في ترتيب الصور اللي ايش؟ اللي في لها فواتح ترتيبها واحد. هلا احنا بدنا ناخذ أرقام الصور اللي في لها فواتح ألف لام ميم. شو بنلاقي؟ بنلاقي إنه في عندنا الصورة واحد والصورة اثنين والصورة 15 والصورة 16 والصورة 17 والصورة 18. هدول الصور اللي فيهم فواتح بألف لام ميم، وإحنا قرأنا وحكينا لكم أسماء الصور. أنا شو بدنا نسوي؟ الأرقام اللي إحنا حكيناها واحد اثنين نكتبهم جنب بعضيهم، واحد اثنين 15 16 17 18، اكتبوا رقم طويل. قديش كم من خانة بصير؟ 2 4 6 8 10، يعني 10 خانات. 10 خانات احنا بنحكي بقديش؟ ب 1000 مليون. رقم 1000 مليون، 1000 مليون، 1817 مليون و17 مليون ومليون و615، يعني فينا رقم كبير، رقم كبير في ال1000 مليون. هذا الرقم اخوان نقيسه على الرقمين اللي تكلمنا فيهم، من الرقم 7 والرقم 19. اول شيء نقيسه على الرقم 7. شوف هذا الرقم، مع انه رقم كبير، جيب الآلة الحاسبة اقسمه على 7، شو بيعطيك؟ بيعطيك عدد صحيح بدون باقي، مع انه رقم طويل. الناتج اقسمه كمان مرة على 7، كمان مرة بيعطيك رقم صحيح بدون باقي. الناتج كمان مرة اقسمه على 7 بيعطيك كمان مرة رقم صحيح من مضاعف، يعني ثلاث مرات. إذا قسمنا الرقم على 7 شو بنحصل؟ بنحصل على رقم صحيح بدون باقي. هذه من ناحية، هذه من ناحية. من ناحية ثانية إخواني، لو إحنا بنعرف في النظام تبعنا، النظام العدي، شو بنسميه؟ النظام العشري. يعني بنعد من 0 ل 9، هدول 10 أرقام، وبعدين بنصير نكرر. هذا اسمه النظام العشري. بس في الرياضيات في كثير من الأنظمة، يعني في النظام الثنائي اللي بنسميه الباينري سيستم، أو النظام الثنائي اللي بتعتمد عليه مثلا لغات الكمبيوتر، اللي هي الصفر والواحد، هذا بنسميه النظام الثنائي. النظام الثنائي يعني حتى انهم يكون اري عليهم في الحسابات، سووا نظام ثاني اسمه النظام السداسي 10 او الهكزا ديسيمال. هكزا ديسيمال او النظام السداسي 10 يعني بيبدوا بصفر بعدين لتسعة بعدين ايش؟ بصيروا اي بي سي، كانه تكمله 16 خان. هذا شو بنسميه؟ النظام السداسي 10. هلا الله سبحانه وتعالى في القران حدثنا عن ايش؟ عن رقم 19. يعني بدنا نفترض انه في نظام عددي، شو هو؟ 19. كيف النظام الثنائي، نظام العشري، نظام الستاشر؟ بدنا نسوي نظام اسمه النظام التساعي عشر. ونيجي على آيتين من أو آيات القرآن الكريم اللي فيها فواتح تتكلم عن الآيات اللي فيها طاسين مين. شوف طاسين مين فين جاءت؟ أول إشي في سورة الشعراء. في سورة الشعراء الله سبحانه وتعالى يقول طا سين ميم، بعدين شو بيقول؟ تلك آيات الكتاب المبين. يتكلم عن ايش؟ عن الآيات. السؤال إخواني، كم من آية في القرآن الكريم؟ 6236 آية، 6236 آية. هدول آيات القرآن الكريم. هلا الصورة الثانية اللي جاءت فيها طا سين ميم اللي هي سورة القصص. سبحانه وتعالى يقول طا سين ميم تلك آيات الكتاب المبين، يعني تنتين طاسين ميم شو بيجي بعديها؟ آيات القرآن. هلا نيجي ناخد طاسين ميم في الجدول تبع أحرف الحروف المقطعة، راح ألاقي إنه حرف الطاء، حرف الطاء اتكرر أربع مرات في الأحرف النورانية، أربع مرات حرف الطاء. طيب حرف السين اتكرر كم مرة؟ خمس مرات. حرف الميم تكرر كم مرة؟ 17 مرة. يعني في عندي 4 5 17، يعني بصير في عندي، خلينا نقول رقم 1754. شوفوا 1000 رقم غريب صعب، يعني بتتوقعش انه قديش هذا الرقم غريب. 1754 اخوان، للي عنده فكرة في الكمبيوتر او عنده قدرة عملية على عملية التحويل، شو بطلب منه؟ بطلب منه انه يحول الرقم
العشر 1754 لإيش؟ لرقم تساعي 10 اعتمادا على الرقم إيش؟ 19. فكركم قديش الجواب بيكون؟ للي بحب يعرف 6236. 6236 شو هي؟ عدد آيات القرآن الكريم. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول طاسين ميم وطاسين ميم تكتب لنا الرقم 1754، بعدين شو بقول لنا؟ تلك آيات الكتاب المبين. إذا أنت بدك تعد آيات القرآن المبين شو راح تلاقيها؟ 6236. معناه إخواني يعني النظم اللي موجود في الأرقام النورانية ليش برجع؟ بيعززك، بيعزز لك في قلبك انه لا يمكن ولا باي حال من الاحوال انه هذا القرآن الكريم ان يكون قد دخله اما حذف او زيادة، لا على اياته ولا على كلماته ولا على احرفه ولا على حركاته. فهي معلومات تدخل في قلوبنا الثقة. كمان شغل اخواني يعني لربما يعني تعطينا كمان فكرة، لما نأتي لألف لام ميم في صورة ألف لام ميم وننظر إلى الأحرف ألف لام ميم، ننظر إليها لفين؟ في صورة الفاتحة. يعني شو بدنا نسوي؟ بدي أشوف حرف الألف كم مرة تكرر في صورة الفاتحة، وحرف اللام كم مرة تكرر في صورة الفاتحة، وحرف الميم كم مرة تكرر في صورة الفاتحة. على إيش راح أحصل؟ راح أحصل كالآتي: حرف الألف 26 مرة، حرف الألف كم مرة؟ 26، حرف اللام 22، وحرف الميم قديش؟ 15. اجمع لي 26 مع 22 مع 15 قديش بيطلع لنا؟ 63. هذا إخواني شو هو؟ عمر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي إيش؟ اللي لما كان 40 كمل عليه ب 23 ايش؟ اللي هم رقم 23 مرة علينا قبل هالمرة. كأنه سبحانه وتعالى بيعززك، بقول لك هذا الوحي لما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل حياته لفين؟ ل 63 عام. فالأرقام وصلتنا لعمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لمدة الوحي اللي كان فيها الوحي، نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وصلتنا كمان عدد آيات القرآن الكريم، وصلتنا لعلاقات غريبة. إخوانا أنا ما تكلمت بكثرة، ولكن يعني لو أردنا أن نسهب في الأرقام النورانية لاحتاجنا عشرات ولربما مئات الدروس التي نتكلم فيها عن التشكيلات الغريبة والعجيبة التي تصنع لنا إياها هذه الأرقام. فوصلتنا لعدد آيات القرآن الكريم، وصلتنا لعمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلتنا لمدة الوحي، وصلتنا للرقم 7، وصلتنا للرقم 19، وكله نظام وعقد يعني متكامل في القرآن الكريم. فإخواني يعني هذه مجرد نبذة، فكرة نتذكر فيها هذه الأمور. يعني ابتداء لما الله سبحانه وتعالى ابتدى سورة البقرة وقال ألف لام ميم، كأنه يريد أن يقول لك اطمئن، هذا القرآن محفوظ بحفظه سبحانه وتعالى، ولن يستطيع إنس ولا جن. طالما إنك وأنت تنظر إلى المصحف الكريم ترى الكلمات ولم ترفع هذه الكلمات، أنه وللأسف إخواني سيأتي يوم نفتح المصاحف لن نجد فيه هذه الكلمات، سيرفع المصحف من بين أيدينا. سيأتي وقت ويأتي زمان على هذا الأمر. الحمد لله إخواني يعني لا زال كلام الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، ونستطيع أن ننظر ونتعبد في تفقهه وتدبره وقراءته وتلاوته والاستشفاء فيه والطمأنينة إليه والركون. يعني أنت تستشعر وأنت تقرأ هذا القرآن أنك في عالم يحكم الله سبحانه وتعالى، وأن الإنس مهما فعلت ووصفه سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، مهما فعل هذا الإنسان فلن يتعدى فعله أن يرسم قضاء الله وقدره. ف
فالله سبحانه وتعالى كأنه من الابتداء يطلب منا أن نكون مطمئنين، أن لا نخاف ولا نجزع. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ القرآن، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ الإنسان، الله سبحانه وتعالى هو الحافظ. الله سبحانه وتعالى عندما يحفظنا بحفظه، فمن يعني لنا أفضل من الله سبحانه وتعالى كي يحفظ. فهي إخواني يعني إشارة مقصدها الطمأنينة، أن نطمئن لذكر الله سبحانه وتعالى عند قراءة القرآن الكريم، نطمئن إنه هذا الكلام لا تغير ولا تبدل ولا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل، ولا يمكن ولا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يأتيه الباطل، لا من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يأتي عالم من العلماء وش بقول لك، بقول لك أنا وجدت لك خطأ في هذا القرآن الكريم. على العكس إخواني، يعني ما شهدناه في سنين عمرنا من قصص وأحداث، إنه كل ما كان يخرج علينا عالم من علماء الغرب المشركين وهو مبسوط وش بقول، ها أنا وجدت خطأ، وجدت إيش؟ خطأ في القرآن الكريم. بعدين عندما تتجلى له الأمور شو نجد؟ نجد أنه دخل واعتلق الإسلام وأصبح ممن أحسن إسلامه. ليش؟ لأنه لم يجد أفضل من الكلام اللي موجود. يعني أتذكر إخواني حادثة ونحن في الجامعة، يعني أحد العلماء علماء الغرب دخل الإسلام في آية، في آية هذه الآية تقول وقضينا في كل سماء أمرها. كان موجود في مجتمع أو خلينا نقول في ندوة علمية تتكلم عن إعجاز القرآن، فأحد العلماء اللي موجودين المسلمين تكلم في هذه الآية وقضينا في كل سماء أمرها. فلما هذا العالم سمع هذه الآية خرج على المنصة وأعلن إسلامه مباشرة. شو كان السبب؟ كان السبب أنه عالم فلك يبحث في الكون، يبحث في الكون، فكانت أدواته يعني تصيب وتصدق إلى مستوى معين في الفضاء، في الكون، في اليونيفيرس، وبعد ذلك تتحطم كل القواعد، ما في أي قاعدة تصدق معه، ما بيعرف إيش ليش. فلما سمع هذه الآية وقضينا في كل سماء أمرها شو عرف؟ عرف إنه القوانين التي تحكم السماء الدنيا غير القوانين التي تحكم السماء الأولى، غير القوانين التي تحكم السماء الثانية والثالثة وهكذا. ففهم فين الخلل اللي كان موجود. فكثير من العلماء إخواني أعلنوا إسلامهم في محاولة، يعني هم يعني المدخل تبعهم كانوا حتى يحاربوا القرآن الكريم، إلا إنه شو كانت؟ كانت تنعكس عليهم الأمور إنهم يعلنوا إسلامهم. وشفنا إخواني إحنا يعني والحمد لله دين الإسلام هو دين الفطرة. شفتوا قبل كم من يوم كيف إنه يعني فرنسا حاولت تحرر امرأة رهينة، آخر الرهائن سموها إيش؟ آخر الرهائن خارج فرنسا، حدود فرنسا، ولما قاموا بدفع ملايين الدولارات حتى قوموا بتحرير هذه الامرأة، فإذا هي تنزل عن سلم الطائرة وهي محجبة وتقول أنا مسلمة، أعلنت إسلامها. حتى إنه ماكرون أو الماكل أنا بسميه كان في عنده ورقة أراد أن يتكلم فيها في هذه المناسبة العظيمة، طوى هذه الورقة ووضعها في جيبه، لأنه اللي حصل معه كان بمثابة صفعة وهو يحاول أن يحارب الإسلام. لاحظوا إخواني بعديها بأكم من يوم صارت الحادثة تبعت قتل هذا المدرس الذي قام برسم صور مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكما شهدنا أنه اللي قتله يعني قتل ما اعتقل ولكن قتل، وكأن هناك يعني نشتم في الهواء أمر دبر بإيش؟ بليل، حتى يتم استثارة المشاعر على مين؟ على المسلمين. وكل يوم نشهد لهذا الماكر تصريح معادي للإسلام والمسلمين.
وبالمناسبة إخواني، يعني بعض الإخوان طالما إحنا نتكلم في هذا الحال، بعض الإخوان يسألوني عن حالهم في بلاد الغربة، وإحنا بنعرف إنه في الآونة الأخيرة وبالأخص إخواني من سنة 2010 2011 بدأت الهجرة عظيمة للمسلمين من ديار الإسلام لفين؟ إلى الخارج، خاصة من سوريا والعراق واليمن والدول المستضعفة، أهلها وناسها بهاجروا إلى الخارج. كثيراً تأتيني إخواني أسئلة في حال هؤلاء، يعني بيسألني أنا يا شيخ موجود في بلاد الغربة، هل أقوم بالرجوع إلى بلدي؟ دائماً إخواني هو شو بلاقي؟ يعني بيكون في عنده سبب، يعني هاي في وباء كورونا حل في الدنيا، هل هذه مناسبة جيدة إني أنا أرجع لبلادي نتيجة هذا الوباء؟ أو إنه على سبيل المثال يحدث شيء أمر في الدنيا ويعطي إشارة أننا في آخر الزمان فيرسل لي هذه الإشارة، وشو بقول لي؟ يعني إحنا شفنا هذه الإشارة، هل هذه الإشارة مناسبة حتى إن أنا أرجع لبلادي؟ إخواني نقول أولاً إنه علم الغيب هو علم لله عز وجل، لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، علم الغيب في يد الله سبحانه وتعالى، نحن لنا الواقع ولنا ما حدثنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بأحاديث صحيحة، وجميع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تكلمت في أمور آخر الزمان إنما جاءت بإشارات دلالات أمارات، ولم تتكلم بأرقام وسنين، ولم تحدد مقادير معينة وأزمنة معينة، إنما هي إشارات. الإخواني نقول أول شيء يعني من الإشارات التي أشار إليها الأحاديث في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يعني أهل الغرب سينقلبوا بالقتل والتذبيح والتنكير على مين؟ على المسلمين المتواجدين في بلاد الغربة. هذه إخواني نضعها أول شيء يعني في الأفق، نضعها أمام أعيننا إنه هذا سيكون الحال في آخر الزمان. ماذا يتبقى؟ يتبقى هل نحن فعلا في آخر الزمان أم أن لسه هناك وقت لآخر الزمان؟ نحن لا ندري على الحقيقة، أحيانا تأتي رؤى وفيها الرسول عليه الصلاة والسلام ويحدثنا بإشارات، ولكن إحنا لاستعجالنا نحسب إنه الإشارات على الأبواب، إنما في التأويل الصحيح الإشارات شو بتكون؟ لسه في لها وقت، لربما مجموعة سنين أو أكثر، لذلك نقول لا نعلم تماما، ولا يمكن أن نقول أننا بحق على عتبة أحداث آخر الزمان. قلنا إخوان قلنا أننا من المؤكد أننا في فترة آخر الزمان، ليش؟ لأنه بحسب النص القرآني أنه آخر الزمان مرتبط بدخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة في علوها الثاني، وقلنا يعني ودرسنا هذا الأمر وتدرسناه كفاية، وقلنا أنه هذه البداية متى كانت؟ عام 48، فمن 48 نحن دخلنا في حقبة آخر الزمان. ولكن متى تستحق الأحداث داخل هذه الحقبة؟ متى يكون المهدي؟ متى يحدث الطارق؟ متى يأتي الأعور الدجال؟ متى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام؟ متى تحدث الملحمة الكبرى؟ متى تهدم الكعبة؟ متى يأتي ذو الصويقتين؟ متى تخرج الشمس أو تطلع الشمس من مغربها؟ هذه كلها شمالها إشارات لسه لا نعلمها، إنما إنه إحنا إيش؟ على الطريق في طريق هذه الإشارة. لذلك يا إخواني نقول إنه إن أنت أردت أن تعتمد على أحداث أو على مواعيد أو مواقيت زمنية، فنقول ليس بيدنا ميقات زمان ندلك عليه حتى تعود إلى بلادك، إنما النصيحة يعني لما ننصح في الله عز وجل، ما هي النصيحة؟ النصيحة أنك أنت مسلم، شو أنت؟ أنت مسلم، وما طبيعة حياتك يا مسلم؟ طبيعة حياتك يا مسلم أنها هم وغم وكرب وشدة وابتلاء ومصيبة، هذه طبيعة حياتك.
في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إن كانت الدنيا جنة الكافر وأنت مسلم وطبيعة حياتك أنها إيش؟ سجن. فهل تنتقي إنك أنت تروح تتقرب من هذا الكافر حتى تدخل جنته؟ هل هذا هدفك يا مسلم؟ أن تجاور الكافر حتى تتحصل على النعم اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها للدنيا ومنعها عنه في الآخرة؟ وكأنك بهذا ماذا تفعل؟ كأنك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجمعك في زمرته ويقربك من حياته وأن يحرمك من النعم التي يريد سبحانه وتعالى أن يدخر لك إياها في الآخرة. عشان هيك إخوان نقول إحنا طبيعة حياتنا غير طبيعة حياة الكفار. الله سبحانه وتعالى الكافر عندما يقوم بعمل حسن يجزي ويطعمه بهذا العمل الحسن في الدنيا، إحنا لا، إحنا الله سبحانه وتعالى يدخر لنا بدل هذا العمل الصالح ما هو أفضل بكثير 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 في الجنة. عشان هيك إخواني أولا يجب أن ننظر إلى طبيعة حياتنا بمعزل عن طبيعة حياة الكافر، ولا أنظر بحب لطبيعة حياة الكافر مهما كان فيها رقة ومهما كان فيها دعاء وسعة ومال وجمال وسيارات وعمارات ونساء ونعم. هذه كل إخوان الشيء لا يخصني، لا يعنيني، ليس لي أنا، إلي علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، حبي لله، حبي للجنة، حبي للرسول عليه الصلاة والسلام، وأرضى في هذا كل ما ألقاه من الله سبحانه وتعالى من مصائب وابتلاءات. عشان هيك إخواني يعني النصيحة أولا أنك أنت تحدد مقامك، أين مقامك في هذه الدنيا وماذا تريد؟ هل أنت في مقام تسعى فيه للآخرة جوار الله سبحانه وتعالى وجوار الرسول عليه الصلاة والسلام، أم أنت في الدنيا تسعى لمجاورة الكافر؟ هذه أول نقطة. عشان هيك إخواني أنا أنصح بمعزل عن كل الأمور الأخرى، وأين الخير وأين الشر وأين التعب وأين الرخاء. أنصح إنك كإنسان مسلم تكون في ديار الإسلام والمسلمين بين أهلك وناسك وإخوتك وأحبتك، بين عند أمك وعند أبوك وعند أخوك وعند أختك وعند جارك، لقمة طعام إخوان، لقمة يعني رغيف خبز أو أقل، كسرة خبز يعني تغمسها بالماء والزيتون والزعتر أفضل من كل نعم الدنيا، طالما إنك أنت مطمئن لله سبحانه وتعالى، لا تخشى على نفسك ولا تخشى على حالك من هذه الحياة الغريبة المملوءة بالمخدرات والزنا والربا والمعاملات البنكية وكل ما هو حرام، انغمسوا بالحرام. أنا تصور إخواني كيف سيكون حالك وأنت تمشي بطرقات بلاد الغربة، يعني الزانون يزنون في الطرقات، والسارقون والقتلة والغشاشين ومتعاطي المخدرات كله أمام عينيك، فكيف ستحيا أنت وكيف ستحيا وأبنائك معك في هذه الديار؟ كيف ستأمن على ابنك وبنتك أنهم يخرجوا في الشوارع في مثل هذا الحال؟ ألا تخشى عليهم؟ بديش أقول لك أنه واحد كافر يقوم بملاحقة ابنتك وضربها في الشارع لأنها ترتدي الحجاب، بديش أقول لك، ولكن سأقول لك كيف سترتضي على ابنك أو ابنتك إنهم يمشوا في الطرقات وينظروا إلى المحرمات. عشان هيك إخوان النصيحة بمعزل عن كل الأمور الأخرى، إنك أنت تترك ببلاد الغربة وإنك أنت ترجع لبلادك ديارك الإسلامية اللي كانت موجودة ولا زالت وتنتظرك. وإخواني يعني النصيحة مش تقول لي والله يا شيخ أنت خليتني أترك شغلي وعملي وبيتي وسيارتي ورجعت لبلادي للفقر والتعب والشقى. يقول لك إخواني هذه طبيعة حياة المسلم، هذه النصيحة اللي أنا بنصح فيها، والأمر في النهاية شو ماله إلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.
مرحبا بذكر الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. اعطوني هذا الكرسي المكسور، خذوا هذا اللي صحيح. الله يجزيك خير.